في فكره مشابهه انها تبقى موجوده في مصر، لكن طبعا الامكانيات الماديه مختلفه. يعني انت بتبص بيحللوا للعيب قبل الماتش وبعد الماتش، فكره ان انا اعقم كل الاستاد ده بيعقموا الكورة، وبيعقموا الكوره، انت شفتها ده بين الدنيا. الطيبين وقبل الماتش كل دي طبعا امكانيات طب احنا هنعمل تعتبر الكلام ده؟ ماديه. هو ده اللي احنا، انا كنت عايز اعرف الجزئيه دي، هل اتحاد الكوره ليه ما يطلعش يقول انا عندي خطه موضوعه في حاله منين؟ الرجوع؟ منين؟ ما انت برضو يعني خلينا صراحة، اذا كنا يعني في مستشفيات دلوقتي ما بتقبلش الحالات، ما بالك بقى لما الكرة تبدأ. بعدين انت بتقول لي يعني مال الكرة ومال الإصابات، يعني الناس بتموت واحنا نلعب كرة؟ ما ينفعش. هو فكرة التعايش في العالم دلوقتي مع حتى مع احنا الفيروس نتعايش نفسه. عشان نعيش مش عشان نلعب ونموت. فانا نتعايش يبقى كل واحد يحافظ على نفسه ويحافظ على هو اهل أكد عليه بيته، أستاذ محمد فوزي في الجزئية دي. واخد بالك؟ فهم مش عايزين ياخدوا قرار، خلي بالك برضو، لان انت ما تعرفش الايام اللي جاية فيها ايه. يعني النهارده 510 حالة، ما انت كان من 40 ل 50 ل 90، انت عمال تقفز، واخد بالك؟ فالموضوع فيك يعني ربنا يستر ما يبقاش كارثي. بس الحمد لله كابتن احنا ما بنوصلش لبعض الدول معلش بتوصل لل10,000 معلش، في اليوم. ما انت برضو، ما المشكله برضو عندك ان في ناس للاسف لما بتحس بالتعب، واخد بالك، مفكرين ان المرض ده عار، ان ما انت لا بتروحش. ما بتروحش وتستخبى لغايه ما بتيجي بقى في الاخر، ايه الحقوني، بس يكون سلم نمر، واخد بالك؟ صحيح صحيح، فلا ربنا احنا يستر عايزين علينا يبقى كلنا. موعي اهو. يعني هو الاستاذ محمد فوزي كان بيقول لك ايه، احنا من خلال برنامجك نعمل توعيه، احنا عملنا توعيات كتيره، ومش احنا بس، ده كل البرامج. بس الناس انت بتنفخ في قربه مقطوعه. انت انا النهارده مثلا خرجت النهارده، اقسم بجلاله الله، الناس في الشارع ولا في كورونا ولا في مكرونه ولا في اي، ضاربين الحياه، واخد بالك؟ وانت حاطط البتاع وقافل عربيتك وما بتكلمش حد. بس المشكله برضو الناس التانيه، فربنا يستر على الشعب، واحنا ماشيين هم ببركه يلتزموا، بس ربنا. كانت فكرة الالتزام إن شاء الله يلتزموا ايه؟ ما انا كان نفسي بقى، كان نلتزم. نفسي ان بجد الاسبوع ده في الاجازات بقى، وما فيش لا شغل ولا عماله ولا مصانع ولا، وانت قفلت المحلات والسوبر ماركت والاكل، حتى كمان محلات الاكل، واخد بالك؟ كان يبقى هو كده كده كابتن، يعني هتشوف الساعة 5 ده اعتبر الناس عقبال ما تصحى من النوم ما حدش هينزل. يعني والله ابدا، نتمنى ان والله شاء الله، ابدا. نتمنى ان شاء الله التوعية نفسها اللي المفروض بقى لها فترة طويلة، يعني الفترة الجاية تزيد شوية يعني.